سمعنا الكرام، الهلال الأحمر القطري يستضيف اجتماع مجموعة العمل الفنية المعنية بتطوير معايير ونظم إصدار شهادات الثقة والمساءلة بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. مزيد من التفاصيل، سعدنا أن نستضيف السيد محمود حسنين السيسي، رئيس الجودة والعمليات المؤسسية في الهلال الأحمر القطري. سيد محمود، حياك الله معنا. حياك الله أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا فيك، لو نتعرف معك يعني وتعطينا لمحة عن أعمال هذا الاجتماع. الحقيقة هذا الاجتماع تمت دعوة الهلال الأحمر القطري للمشاركة فيه في مجموعة العمل الفنية الخاصة بالاتحاد الدولي قبل عام تقريبا، وتم عقد هذه المجموعة حقيقة لأنه الثقة هي أهم شيء. الجمعيات الخيرية أو الجمعيات الوطنية مثل الهلال الأحمر القطري يجب أن تسعى للحفاظ عليه ولبنائه مع الناس ومع الشركاء والمانحين. لذلك تم الاتفاق مع الاتحاد الدولي للجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر على تطوير آليات العمل والمعايير التي تعمل من خلالها هذه الجمعيات لبناء الثقة والحفاظ عليها خلال الفترات المقبلة، خلال 10 سنوات القادمة. وإحنا حاليا مجتمعين في الدوحة كاجتماع أخير قبل إصدار هذه المعايير، والحمد لله شاركنا في العمل منذ عام تقريبا بتوجيه من سعادة رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري سيد يوسف الخاطر وسعادة الأمين العام سيد فيصل العمادي. والحمد لله مشاركة الهلال كانت جيدة خلال العام الماضي، وطلب الاتحاد الدولي عقد الاجتماع الأخير في الدوحة كتقدير منه لدور الهلال الأحمر القطري الفاعل في إعداد هذه المعايير. جميل. طيب أنا ودي أسأل أكثر على يعني ممن تتكون هذه المجموعة سيد محمود؟ مجموعة العمل فيها ممثلين رؤساء مجالس إدارة وأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. على سبيل المثال طبعا في معنا خبراء من الاتحاد الدولي، في عندنا أحد الأعضاء مسؤول عن جزء كبير من قارة أمريكا الجنوبية، في عندنا الأمين العام للصليب الأحمر الهندي، في عندنا الأمين العام للصليب الأحمر الأرجنتيني. هي مجموعة مكونة من 12 عضو تقريبا، والهلال مشارك فيها الحمد لله باعتبارنا يعني أحد الجمعيات المتميزة حول العالم، ولذلك هم دعونا للمشاركة في هذه المجموعة. جميل. طيب هذا الاجتماع يسعى لتطوير معايير ونظم إصدار الشهادات، حدثنا عن طبيعة هذه الشهادات وأيضا ما هي وما أنواعها. تمام. نحن نعمل حاليا على إعداد المعايير. طبعا الأنظمة القياسية زي المواصفات القياسية هي اللي بتحدد للجمعيات الوطنية أو لأي مؤسسة كيف يمكن أن تنجز عملها بصورة صحيحة ومتوازنة في كل مرة. إحنا بنشتغل حاليا على إعداد 6 معايير أو 6 ستاندردز خلينا نقول. في معيار يخص القيادة والمتطلبات الدستورية. الجمعيات الوطنية حول العالم لها طبيعة خاصة جمعيات الهلال الأحمر، ولذلك يجب أن نتمتع بطبيعة معينة دستوريا براع مساند للدولة. وفي عندنا معايير المساءلة ومعايير المشاركة المجتمعية، معايير الحماية والعناية الواجبة تجاه المجتمعات المتضررة، وفي عندنا معايير الاستدامة المالية وغيرها من المعايير. جميل، الله يعطيكم الصحة والعافية. باختصار، أثر يعني تطوير هذه المعايير كيف سينعكس على العمل الإنساني سيد محمود؟ والله في ظل الأزمات الإنسانية اللي كلنا متابعينها زي في غزة أو في غيرها من الأماكن، الإبادة الجماعية اللي تحدث في غزة حاليا، الأثر طبعا هو المزيد من المعايير التي تحكم عمل المنظمات العاملة المجال الإنساني، والمزيد من احترام للقانون الدولي الإنساني، وتقديم المساعدات للناس يجب أن يتم بمعايير يتفق عليها جميع الأعضاء. طبعا الحركة الدولية فيها 192 جمعية وطنية حول العالم. عندما نطبق هذه المعايير في 192 جمعية بيكون النتيجة والأثر بتاعها كبير جدا على العمل الإنساني في أي مكان. ولكن احنا نهدف إلى تقليل من حدة الصراعات طويلة الأمد في مناطق الحروب أو الكوارث أو غير ذلك. الله يعطيكم الصحة والعافية سيد محمود حسنين السيسي، رئيس الجودة والعمليات المؤسسية في الهلال الأحمر القطري. شكرا جزيلا لكم، موفقين إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا عليكم. لك شكرا.